للريف اليمني موروث شعبي زاخر من العادات والتقاليد المتميزة، وفي أبيان للريف حكايات قديمة مع العادات والتقاليد، وخصوصا تلك العادات التي تأتي مصاحبة لشهر رمضان المبارك. عادات وتقاليد خلفها الآباء والأجداد وتوارثتها الأجيال على مدى عقود من الزمن. اندثرت العادات وبقيت الذكريات، ولم يعد في الريف ما يميزه. تقاليد هذه اللي كانت ما شبها أجدادنا وتوارثوها أجدادنا انقرضت نوعا ما، يعني انقرضت. التبادل الاجتماعي اللي كان بين الأسر في قديم الزمان اختفى نسبيا أو اختفى الأغلب، يعني اختفى. المسيمير كغيرها من القرى الريفية في محافظة أبيان لم يعد للعادات الرمضانية فيها وجود. أثر الأوضاع الاقتصادية المنهارة في البلد كان واضحاً في وصوله إلى هنا، وكان سبباً رئيسياً في القضاء على العادات التي تعد موروثاً شعبياً هاماً. بالنسبة للمواطنين في شحة في الظروف المادية، عشان كده الناس بدأت تتخلص، ما حد يزور الثاني، ما حد يتقالب مع أخوه، ما يقدرش يجي عنده يقول لك يمكن ظرفه كذا يمكن أنا. هذه تعتبر من أهم الأسباب اللي نحن نعيشها. وأصبح المواطن حتى في الأرياف غارقاً بهمومه الخاصة، وانهارت طاقته المادية والجسدية، ولم يعد مهتماً بالحفاظ على موروث مضاد للبيئة الآنية. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.